حذر فذر، شغل مخك. انا بأمين من الاعلاميين، اسم العيلة بيقول كاتب، لكني للهوى والموجة راكب. اتحنجل اطبل واعمل زفة وزيطة وهيصة، اردح مرة واشتم مرة، ودايما نفسي اقلبها مؤامرة. وكل مذيع يجيبوه برنامجي ما يعمرش وما ينطقش. نقول كمان لما تشوف هدوء اخويا تقول ده مش معقول. اما مراتي تبقى حديد بيخوفوا بيها المواليد، زي البعبع والعفريت. حذر فذر، شغل مخك. انا بأمين من الاعلاميين.